يلتقي فريق الرجاء البيضاوي بفريق سيمبا ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية. الجولة الأخيرة، فريق الرجاء البيضاوي يلعب هذه المقابلة وهو يحتل الصف الأول. إذن الموعد، الرجاء البيضاوي نادي سيمبا مساء الجمعة على الساعة 10 بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. إذن كما قلت، فريق الرجاء البيضاوي الذي تأهل بالعلامة الكاملة في الصف الأول برصيد 13 نقطة، فريق نادي سيمبا يحتل الصف الثاني ب9 نقاط. إذن فريق الرجاء ضمن التأهل، وهذه آخر مباراة ضمن المجموعة. نتمنى حظا موفقا لفريق الرجاء البيضاوي العالمي.